باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفع. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.